سلام. كيفك يا نجيبة؟ الحمد لله سلام. الله يسلمك. كيفك حليمة؟ كيفك؟ الحمد لله سلام. يا عمي ليش معذبة؟ معذبك راحة يا عمي. ممنونينكم على هالزيارة هيدي، زبطوا حالكم. معذبك راحة يا عمي، مضل عمينا مغنج وهو يقوم بخير إن شاء الله. شو مع مين عم تحكي؟ مع ميا. مع ميا؟ والله منيح اللي تلفنت ميا. ريتا تقبرني إن شاء الله من وقت ما صارت مديرة هالشركة وهي مش عم بتلحق. بتصدقوا مش عم نشوفها بالبيت لليل ولا نهار؟ تقبر قلبي، ما عم بتلحق أبدا أبدا، يعني حكي ما بتقدر تحكينا. الله يقويك. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا. تفضلوا أهلا وسهلا. مثل الصورة اللي بعتلك إياها هي ذاتها. باي باي. بنحكي. هاي وفاء. بونجور استاذ. ميا بعد ما اجت. ميا عم تشتغل بالبيت. انت ربيع جاي لعندك على البيت، شو رح تعمل؟ نعم جاي ربيع وما في شي فرجيه، شو بدي اقدم له هلا؟ لازم لاقي حل. ما بين شي ايه؟ ولا شي، عم ننبش بعدنا ما في شي. حلو كتير. معقولكم وصل ايش كومبيتيتور لقلنا مثلا؟ احتمال. احتمال ايه؟ احتمال. شو؟ جاهزين نستقبل ضيوفنا من فرنسا؟ الله، شو هالمزاج الرايق اليوم لميس، كأنه ما في شيء بالشركة، ما في مشكلة أبداً. لا عم تحكيني هيك؟ أنت عارف إنه أنا مش نايمة كل الليل عم فكر بالاجتماع تبعكم؟ بس على كل حال ما بنخاف عليك، أنت قدها وقدود، بذاك هيك بتزبط الموضوع. أنا رايح على المكتب، شوفكم بعدين. دخلك الكل مزعوج إلا أنت بالشركة. قول كأنه ما في شيء. ماني خايفة يوصل فستان لبرتلي؟ لا بالعكس. أكيد خايفة، معقول جد؟ أنت بتعرفي إذا وصل يعني بح؟ انتهينا؟ بصراحة أنا عم جرب كون بوزيتيف وفكر بطريقة بوزيتيف، بركي كل شيء بيتحلحل وبيصير بوزيتيف. وين شايف البوزيتيفيتي باللي عم يصير؟ جد في شيء بدك تفهمه، إذا وصل الفستان عن برتلي يعني هو بغار من عماد. بس على الحالتين على الحالتين ما رح يقدر يعمل مثله لأنه ستيله غير ستيل عصام. هيك قولك؟ أكيد هيك قولي. تشيل. دور دور منيح. عم فتش عم فتش. ايه 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 انا بالاتوليه فتشته كله ما في شيء ابدا ابدا ابدا، ما لقيت شيء. شو بعمل؟ ايه ما في غير باب مقفل قدامي، شو بدي اعمل؟ افتحه. شو ناطر؟ كيف اذا مقفل؟ اخلعه. سوري مدام نورما، بس انه انا محله كنت خلعته وخلصت، انه ما بدها هالقد. بتعرفي؟ كان لازم ابعتك لإلك. حتى انت يا سوسو؟ اكلت او بعد؟ ما لي نفس. على فكره بعثت لك ايميل فيه صور للفساتين، شوفيهم وخلينا نجتمع ونحكي فيهم. اوكي؟ اوكي. جاد؟ ايه. انت مش نايم كل الليل ما هيك؟ من وين بده يجينا نوم؟ اذا ما لقينا فستان فتنا بالحياة. بعرف، بفهمك. شو بدي اقول لك؟ انا كمان مش نايمة. اتس اوكي، بعرف. اصلا باينة كثير حلوة كمان بالنسبة لحدا منه نايم. على فكرة عندي حشرية، شوف شكلك أول ما توعي هيك بلا ميك أب بلا لبستك. جاد أنا نازلة على الأتولي. أنا جاي معك. يا